صدا هداية دقنكا مركلة سود وادا مالين نهاي وسير عدي فارح جوحا وسير فارح عثمان مرتضى شرفت له إذن كنا سود وادا وحن رمنا برنامج كان إنا سيتوسا وبلا منه دلقات كين آدي آد بأقوم هاد سنتين وحن أقوه الرين شعلا هاي أو أهل كوحلقة بلابو آيدا قرآن كريم كأه يكلمة دي سأن سين دونا قدومية توكل إسماعيل إلى سودوية حفظة ندتك سواء قاسمي وكيل كبتلان قدومية ملكي يو كينان يو سيدو كلا دتك لا شقيي أو شاين يسكد بدعضه وحن ربا كلمة دي دوا صدح قضب وكلية أولا وحن هاي ضد مسلمين وملك وضنول وحال لا يسفري وقوه الرأي وإلهي عبسي ديسا وفول بابا إنو قادو الدوية دا وحير بوجوغيا إنو كو حساب تمو سيد الله سبحانه وتعالى وقو حرنان لها وقنا عبسان لها وانا وحا إلالين إياه عبسي دا إياه تقوى دا وفرها قفكا حكمين إياه هذا الكيس حكمين إياه دقيه سمقل كوضو حكمين إياه وجيد دي سيدان تولي إياه ستو سنبو أذيك سنة إياه هذا يسان تقوى دا جرين لكن وجيد دوايكا قلدم إياه تاوى مركز دادكا سيد عادة النوع هاي ريمن سودا وحين قيمة كلنا هاي هذا مرتين نو تمادو إنه نسولو وينو سيأسنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحوليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قفك إلهي رميسني مالك آخرنا هالصورة وهم ارتقاضه وهالسود ويه قفك إسم ارتداء كلمة ده وقيبته وراء عبسداء كلمة ده اللي بعد إجال يد بطلان وحيابا أنفريا وحي كمتاي وحلو جرا حلي ترتنا اسفريسا اللي سكو قبابيا داد قوة دان كودي ديغان كودي ناو احتران ان كسو قبا قبيني هذا الكيق وحاوي ان بوتلان وحاويهان صعوتا دعايا دا ادو تربضنا ميديا اللو هذيك ساني سوشال ميديا بوتلان نين عراضي عرضي سكو كغم مقنا فدرالك بوتلان وحي كغم قنتاي دنيا وجيدو كد حيث صوماليا سيلو مدين لها قاهرة كل سنتي تنين كم تهي إن دات كمر كميدي ها صحافة كجرت أنا دان علوم ذي النهاي مدحو إنه مركو هل كان نوبي منه وأشيقني إن سوحبه وصعون إنه دوسن بوتلان لهشين وأنا كنت أغير سنهاي وحلوغو باقي آه دنبا عروضي وجدد ويكوينت ولكن دوتك وحقرتك يا قويانك ما شاء الله صعود اي قرانيان انينا قرب كسيان مصلحة دي دوتك ومدهم صوماليد من نماذا يدي سيوغا الشقين لاي وادن قودوي ان لغا الشقية ان انا لغو الظلمين وادن قوي صوماليا الظلمي بيكو باب بعضي وانا لدوني الظلمين الدين بيقول نغوتو ان لغا تحدرين وي مناكسنتي وجزاكم الله خير توكل ميلا ادك بوكا قراعي دقاق مجيرو اسمو تيرر منيسوتا واتهاي وحن شعلا هاي إنو سر رسمي أهل مديسة فريتانكا مناسبة دان ونوغو فرو قدومي هاي شالية دا بنتلان من سوطا إلا سودوية محمد كينام دمان مرتي شرفتا كسو قيب قشي حفلة دان قيمة هاي قاية هالة سيدة وقروح دا بدن لوسو أغا سيمي وحن مركو روم هاد علينا يا انتي كسو قبن قابسي وغو الرئيسو وكيلكا بنتلان ريبريزنتيفكا ملك عبد السمد حاج حسين قيبها كلا الدوان رقية دمر بها لسو شقي جالية دا قرب جوكتا بنتلان قبل كان مينيسوتا ميديها علماء الدينكا لما يرادا لما انتين وحان ذي الله يا آد يا آد يا دوغو ما هاد سنتين كسو قيب قالك عشدم آدكي آدكا أو هيرس الرئيسة وعافر حديقة انت عن حلك اي مركي وغه الرئيسي انا نوي مادا وزير وكم ذي هاي وزير عبد السعيد فارح جوحة وزير كأرماها قدها يا فدرالينتا دولة بنتلان ورنتي شرف ايه ودرجة عدو سرئيسة وبنتلان كسعطة ومانتي من السعطة نوجوك تيدو عن اقنا حل مناسبة ومهيمة ودورة شلقة صباحة انو نلجوك عاونا دو قدر قدونتان وعاكلونا لجوغا وزير الدولة وزارة قرشانتا هرمارينتا دقالها حريركا عالميقا اسكاشيقا ارماء قرب جوكتا وزير الدولة فارح أو عثمان لما انتي وحان اذي كعود سنة سيقو روح بذن يدي إلى سودا ويسان
كان فائدي ستان عاوة قد بدا مهمة دا يقعي اسكالة أريا كجالية أهانك قدومي أهان إن شاء الله حفلة ذكالة ومهمة أيانو سيقارة جالية دا يأرمي دا نوغهل دونا وتفاتر دونا حدنا وحوين حفلة دي سي أوفيشيال أيانا وفرانتهاي وحان جعلنا آدو فائدي ستان سودوين تا وزير رضا وزير يالكو سودوين جعل هاي يوغوحيقا إنان ويرو نقف هل جماعة أنا قال يقوا عن شعر هاي لما يرد أنا وكلا لما يرد عصلاتي هو يرى هاد السوكر إذا ما انتهض رول موديل إنه كاركتر تاريخ البنتلان بلدها بكذا قرن هل جماعة أدار داهر ميري جبريل وعن شعر هاي سجود سوى كهالله وحجرت ك سياسيين تأقويها إن قبل كان إنه كلمة دي س كسو شيء مدش مركو وهو رئيسا وعربا إنان سيجارة ومهد عليو قب خالية فاضمو وكو مهد علينا هي انترودكشن كا عجيب كا وادي قب حسي لكن إيه واحد يربان دين كشيغا يا ما تقانين مركي هو رئيسي وحان كبرتي فاضمو مقدشو قدقي سومالي تكنيكال هلونك سومالي TSC ومركي هو رئيسي 2012 كي مركي هو رئيسي والله دورتي نكلي حسن شيخ تيرم كيسي هوري قدقي روح الساري إن إسكرينين كسم أيام دتك أيسومك عابهيان أيسومك عابهيان محنكويرة هذا اسمادو أيسومك عابهيان جودي غاز والله رزقي قدام بي كريبين حلبان ندي مركز الله عن شبيه وواحد اللي يروي الله إذا لين هيا يروي يونيون كايا مركز واحد يرادن دلك سومالي كمان ولان كران وأن بنان كلو قادة خطر باي قلب مركة هور تاريخ دا سامير بانك شيغا يفاظم ومات سنتا يفاظم طلبات واحد نعاو هالك أونيميت صاحب بدي واناد ياد سقود الرهي عبد الفارح جوحا وزير كارماء قدها إيو وزير الدولة بنتلان عثمان نكلي فارح أو عثمان وإن سود وينينا هدان ري بنتلان نهي يهدان انت كلو عالك فردية تر عالك عن منشان والغودين يهي وحان اركاي دول ديغانك سومالي دوا فردية وحفردية أولف صاحب بدأي وفرديان ماشي عارف فديان وحفديا جالي يدي كلام فديا وحفديا وكله SSC خاتمه بفديا يدون على كشوكتا مركا عاوة ماشي ولد اللي السنة يا كل والود يا هي دكتي سومالي دا جالي دا عاوة كل يهين رير بنتلام وصود ويننا وانو حسقبنا وانو جعل لهاي غارة هان لبدا مسؤول عاو هالك فديا سيقارة بان آنقو سود وين هي عبد الفارح جوحا مركان حبسيقا آلان باقا كوچيري رقي ايويميت إساقا ايا كمدها آلان ميلا يابلي او سيليقا دبادي سكتو جيدا marka meesha uu ka soo bilaabay waa garan kartaan iyo halganka meesha ka soo bilaabay iyo wuxuu dib soo maray iyo inta ma waa garan kartaan Faarax oo Uusmaan wuxuu ku jiraa dadka ELKC iyo dadkiisii u huray halgankii ay Puntland u soo gashay inay ka dagaalanto kali talisnimo iyo chuchub inay ka dagaalanto dadkii u soo familygiisa sacrifice ka ugu dambe ugu weyna ku sameeyay Maxamed Uusmaan iyo Faarax Uusmaan
وحا ولا الله هاي ولا شيء أمد أو سردون كي سياد بره أو كدلي جبوتي انتي نعنى قونو كور هينين وين هذا باتاوي وحان لا يا هاي دولة صوماليا هي دالك صوماليا بنتلان وحي تعيش هاي إني هرمر قاران وحي تعيش هاي إني النبض قاران وحي تعيش هاي إني شبابك لدك علمان ومشك ساران وحي تعيش هاي إن من نبال قارو أو صومالي لأن أي كبح ذو قوس الشدة بي تعيش هاي وحي تعيش هاي إن فدرال سيستم كا ماشي سيلوغو هايو أو هشيس كي لغالي لباكوني يا لبي يطلنكي أو سيديد بقول يشن يا لباتن اسمه الصومالي ودنا لغا صحيحي وهي كوي شيئين إنا اللبرنين بي تعيش هاي هشيس كاس إنا اللبرنين بي تعيش هاي بنتي لان حمان لما تشعلا دولة الفدرال كو صوماليا لكن وسيرة أيا كهل دونا لكن دستور كان لغو دقمو فدرال كان لغو دقمو دادكا صوماليا دوحي كويشيين لأقل هذا بنتي لان تاسي تحقل نيسا وسيرة دونا وحان هبا إني تاكا شقين ايان انت انتال لهلاهين بنتلان داد كيدا إيا دال كيدا باي كشقينيسا يرو كاشنيسا صومالي ملكستو اي جوغان إيا قبلا دا كالي إيا استيديا دا كالي إيا فدرال كي عدو البابا وحان روا انكتغا حسايا صاحب داي OLLF بان حسايا او رجي وقعوصا إيا مدحضو دي حالكا اي فريان عاوة يغان واح حسايا وما تنتي انت اسان كسو كوبا يا وحان نكوت سنا يا غير مينيسوتا يا غير مريكان يا غير يوروب يا كندا وفدغا غير بونتلان ميلكستو اي جوغان سو دوويا فدغا وكا قديدها اي نكلها لدولانا دقاله واروريا واحترى دلكي نينا هموغان نينا وما تنتي أدي أد. هذا داير مرة أدي أد بوم هاتسين هاي. شو حامل شفرية إيو فرح وعثمان. داير مرة هاللي. طبعاً وهبين كي هالجميع شبعني هكرنا. إلى سودوية أدير كي عربة ديرية كلنا. وآه نين فنتي. إسقونا سيد داير جبريل إيو رجع عن شاقي. بس كجتشر تاريخ دهنا. وآم كفان. سودو هذا. السلام عليكم دمان إغيارتا وسيرة وضياشا إغيارتا نوحك استوائيين إذا نوال ومبيش سكي غادان أيو وعلى دكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووريو عن واحد علينا يا قول هذا حفلة دان سواء بفشي هذه آد بانو ما علينا يا وعن قبر ربا مرككو وادنا هذا الكيكو كبرابو دمان أمد الصوماليات waxaan ugu baaqayaa nabad dagaalada hadda socda sida number 10 qoriyooley walaweyn markii koonfur galbeed iyo dhinaca la yiraahdo intaas aan meelaha ka maqmaqlaya nin caasa xambeegaag iyo dagaalada hadda istaago hawlooda ay buldaan iyo galmudug iyo ku jireen dhinaca balanbal dhinaca eerigaabo dhammaan dadka soomaaliyeed waxaan u baaqayaa marka koowaad islaayni idii maharini inaad nabadgelyada ku soo dhawaataan nuwalbana gurigiisa nuwalbana gurigiisa haddaan walaalnimo la isku xukumeyn inuu xukunto loo daayo inta shirka nabadda la isugu imaanayo midda nabadda intaas aan uga baxayaa halkan ka bilaabayaa waa meel yar waxa la yidhi gaaban oroodiisa la gaaban madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay madaxweyne waxaad ku baaqday Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la waan leeyahay xilkaagu markuu dhamaado
ولا لو هنوغ تجين صومالي كلا تكتي أدون كنا قدري ريو يا صومالي سكر بالله وحن لا يا هاي أدي عاد باقي دي صوتي سو سعدي مدد دير عاد بو أصو ودي ولا سود داري أساعة تيانو غلالا كم بدهات دولة دودة يقول لي كور رييبة وعايز كوك فوق صدق قولنا أن هدت شوكته سببتها قضى ببضان وأن هير قلن باهير قلن سيدك يدعى عليه إن قفك عد كيسي أودي سيسوكم بالمرو وأنا قضى مهمة وعاكم ذا دولكي بلان انت يترتي كلاقو قبناي ولكن قو قويي إنه صوضا نقضي إسوه خاتماء ويقول كلو أني ما كاسي قاري وعن كلو هو هم بليين يا دولة دمركي هاد اللي دي سيي ورو ردي سياسة ده دار بوسي ردي قيبان لغا سيي والدولة ودا عقال لغا ديجي ماشي اللحيم الله هاي والغرن لها ويقول يسن إيضا نوغو هم بليين يا وعن كفتنا هنكو سو كوبي يا واتي عنتي هيني ورهاري رهاني ايغا دين عيال الدكتور انت آموسان نقرت انت قايلين ايسا كليا تقانيني انت اسنا ويغا كفتر ادي ياد باو مهزنت ان امين كو حيلا سو دويسان اور كونسل ممبر جمال عثمان ويلكم الله وبركاته. مستر جوحة صدوا أنا ومجال من يابلس دعانك لحال الحكومة ومجال من يابلس مقعد كهالليا وحن شاء الله هنا كوسو دويو من يابلس جاليد بطلان أو سوماليا دوردن هنا كوسو دويو شرف بيتهاي مستر دل كان عن شغنو ودل حرني ماذا iyo nolosha fiican ba ay ka bilaabatay democracy democracy waa mid kale ah oo halkaan ka keentay dalkaana adduunka uga hormaray dawladda Minneapolis iyo dhamaan Minnesota iyo state ka federal ka ba dad ayaa noo jooga lagu soo doortay qof iyo cod waxaan ku faraxsanahay anaga dhana kaaga mahadcelinayna doorashada ka soo shaqeysay oo ka dhacday Puntland geedi aan leh aad baan ugu farxay waxaan jeclahay in erigaas uu meel walba gaaro Soomaaliya anagu saanu sheegayba dal hormaray baanahay magaalada Minneapolis jaaliyad weyn ayaa ku taala oo ka soo jeeda Puntland waxaan kaala shaqeynaynaa dalka horumarkiisa mar walbeeto khaas ahaan aniga arintan ah one man one vote wayna tool iska u baahantahay Puntland aan u diyaarinaa wayna mas'uul iska saarnaa dhamaan dadka la soo doortay dadka business ka iyo dadka wax garashada iyo kuwa wax bartayba saan uga shaqeyn lahayn dadaalka ay Puntland soo martay khaas ahaan anigu asla fariisada doonaa aniga ministerka waxaan ka wada shaqeyn doonaa bal magaalada Minneapolis say uga qayb gali lahayd doorashooyinka ka dhacay Puntland isay u kabi lahayd isay u sii socon lahayd isay u kabi lahayd arintaasna waa arin aan insha Allah ka wada fariisto doono aad baan ugu faraxsanahay horumarka iyo dadaalka iyo mas'uuliyadaha u haysid dalka waxaan kaleeto oo aan xusayaa dhamaan dalkeena Soomaaliya gaar ahaan Puntland maanta annaga ayuu noo soo jeedaa dadka wax bartay opportunity ga helay ee dalka democracy ga la qabsaday ama law maker ka noqday sidaan oo kala ah in aan dalkii garab siino oo dadka xagga jooga bas aan ku deyn laakiin marka dadaalkooda aan ku wadno dadaalka halkan waan ka arkaa aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxda jaaliyadda Puntland Mulki Hussein iyo Maxamed Kaynaan dadaalka ay wadaan aad baan ugu mahadcelinayaa annuuna garabkiina taaganahay marka minister soo dhawo aad baan ugu faraxsanahay Soomaali Puntland walaal thank you waxaan maxay Jamal Uthman
مردو دحتال بينو قلي دونا لكن واحد شعلا هاي إنان صوغا قابلنو إلا سو دوية إمن كا سياسي قدومية عاول تشبوتي أو الإمام مقضى برهان محمد أحمد السلام عليكم وعلي السلامي سلامتين جانب السلامي دمانتين جارية صومالية ربطنا خاصة منسوتا أنا قوم قعي برهان محمد وحاك سوجي ذا أوهايو كي ماذي رنتي أد يأد بانغفر حسنا هل كان ودقنا هاي ليلة لاس سنة كي سلبين سنة وقودن بيس مركا وحانا ها chairman ki Puntland diaspora for long time muddo dheer baan la shaqeynayay walaalkay wasiirka labada wasiir baa la shaqeeyay nikri raahdo farha usman oo diaspora runtii aad wax badan u soo qabtay muddo dheerna waxaan ka soo shaqeynaynay Puntland inay hor u socoto oo ay hesho wax la yiraahdo justice iyo cadaalad iyo horumar inay Puntland gaarto وحد بلاد ما يهن for long time 20 years ago ما وحن بلاوني إن أنا جو وقت إيه time إن أجيلنا democratization إيه بانس إن بدلنا هشرون تنو واحد لو فرحه وزير كا إن أدي أدب أنا جو مهندلنا يا وواحد كسر شقين إن long time أنا جو مهندسين هاي جو حنا صدق كلو كم مهندسين هاي implementation كي إيه هرمر كي إيه بدلنا إيجارتي مركو حرب إن إيش هيجو إن إيه صعد واحد ليه هذا إن دول تراكي إيه بدلنا واجي هور الوجري ما حد كشقينا وحرمنا إن سومالي إيه شو وحلي راهدو بولوسي إن وح لو قيسدو إدو بل وح سابي وح قبط إن شاء الله تعالى وان وح مهيمة قردتك أغو بدن وغرب جوك تدقنا أنهي نورد أمريكا أنهي وحان كله أنه ربستيشي بدن وان كله أنهي وانا كشقيني وانا بلاونا لونغ تابقو إنا كشقينو إن ودن كيني إدتك أنك إيماني أنه وان كل بينين دولة فدرالك سوماليا ساولو سوعتا ودقوا فدرال سيستم أيوليه دقن وحسولونيا وانا قارسينا برما برو جاءنا هوسك سو بلاونو ديموكراسيشن كا ان هل قد اي هل اوف لغارو وان وخ ادي اد لوغو فرحو وزير كنا و كاوينو وخ كما قن ايو اتليست اقلي عصب ان لا شقايو مرتو وخ كو فرحسن هي وزير جوحه انو كشقيناي وخ لو ديموكراسيشن وان ما وان فوت وان ما وان فوت هرتو وا ذا اونلي واي وان ماشي كلي اندانا دان يرهد اي شعب كو سوماليه دو دن ا كسو دح بخ كرنو سياسات الصومالية وإن النقطة قفك عادي ربتد ما هو أضيق قبيل الكفر اللي أنا قادد كنت كن لسيو كسو دورتو أو كسو مقعابو برنانك وحارنا إنا دورنو داد كانا كربنو وزير وحارنا بلان النقطة وان ما وان فوت بدا حوينها بلان صوصة عدن وحارنا كو دورنو وان ما وان فوت وما سنتاي شوكو هالله يا صومالي أكو كبتد مركا نينكي صومالي قواب دميب Thank you إيمان and واتهاي واحد إلى سود ويسان دكتور عبد الرشيد علي عبد الرشيد شيرة سوري أو إن واحد لي كرادينين كوجور يا سومالي جاي برنامج كي دي إن إيجا فرانسيك ساينس سنتر إلى سود ويا دكتور كا دمانتين een si gaar ah waxaan salaamayaa saaxiibaday oo aan ka tirsanahay dawladda Puntland wasiir Juxa iyo wasiir Faarax dhinaca kale of course waxaan lahayn wilkiina oo degan magaalada and of course markaan ka hadlayno Puntland waxaan ka hadlaynaa state kaas oo ah state qadiimi ah
لكن دعك كل وجادة ودولت بالبوتاعن إن أنا كشغل إن شاء الله إن السومالي قارتو هربر في عن إلى هذا يدمو لكن عاو هلك محرباء أنا وحير عن كشغل راله لقى هذا وحنا كده رانا كليه بونتلاند لكن of course أنا بالسومالي قريبان وكان هاي and بونتلاند يعرف تي إذا وحنا وركا ما دام أنا كهذا ال letter P وحنا وركا three P's or بونتلاند first one وحيت هاي وا P's ورنتي أنا تهوى حنا وفرح سنة إنا إنه هاي سنة متقلف يعني لبعض كلا أو كحجة وprogress كي هي prosperity وحنا مرك قبعة ونسويدينا سير وقاعد نكرنا قريب صدق هذا P يانا كقاعد نكره of course وزيادة بكل دولار إن شاء الله وحي كقدر إنه عوضة لكن وحنا من سنة هاي قفل بق أو إن جمدة wuxuu qaadan kara qaybtiisa hadii uu joogo halkan iyo hadii uu joogo wadankii ariga marka waxaan rabaa inaan ku wax ka dhaho qaybta progress ka wax kala ma ahan waxaan idin sheegayo oo waxaan soo qabtay oo aan soo tijaabiyay si aan u gaarno progress waxa loo baahan yahay dadka reer Puntland oo jooga meel walba oo u helay fursada inay helaan aqoon إلى هلان قبرت وإلى دب ولابتان ودنكي هذه هكا أنو كادا لوكري هادا ودكسن ووداكسين هاي لكن هلو باهي هاي وإلى نجودنا شقادي كارنكا وإلى نتغنى غوبتي أنيغا الحمد لله وحدا كولابتا بنتلان تضبصنا تضبصنا وحنا كوغولي سني الحمد لله إلى نفري سني the first forensic science institution in Somalia and still is the only one is the only one waxaan ka saaxiibkay xildhibaanka oo qayb ka qaatay ansixinta xeerka lagu aasaasay hay'adda maanta waxay noqotay meesha kaliya oo Soomaali loo soo aado wax walba la xiriira arrimaha forensic science-ka muddadii aan joogay 7 sano ah waxaan runtii aad ugu faraxsanahay wasiir juuxa uu arkay xildhibaanka uu arkay institution-ka waxaan soo saaray oo aan aqoonti u gudbiyay of course niku arkay teamkii dhalinyarada ah oo anigii bedeli lahaa raga baasha ka shaqeeyay iyo gabdhaha baasha ka shaqeeya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sagaal kamid ah markaan u tagay oo arkayna lahay nin dadkoodi ah oo soo helay fursad uu ku sameeyo masters uu ku sameeyo PhD oo soo laabtay iyagii waxay qaateen runtii inspiration aad u sareeya sagaal kamid ah way baxeen waxay soo dhameysteen master's koodi waa soo laabteen alxamdulillah qaar kood waxay tagen Europe ayagoo is dhiibi kara waa soo noqdeen way shaqeeyaan waxaan kala ku faraxsanahay sagaal kamid ah mas 10 kamid ah way guursadeen maanta waxay haystaan intaas oo ciyaala meesha marka aan ku bilaawnay dhowr qof alxamdulillah maanta waxa ka soo baxay qabiil fiican oo seenisiyalna marka runtii waxaan aad u qabaa abaa wax dhigaya oo waqtina xun yahay ha ogaahay أنا أبو تلاقي محايا مرة أنا سأصدق كما هلاي وحن كهلاي خرمر وين حاجة تارنتي دب هدي أنا كيف كرينو ماشى سيدا إن أنا برواغا جالسي دو برواغا ده حكور هسه بروجرس كي واتنا كل مرة وحن ربع غفر بو إن جنبي ده إنه بحاء ماشى تجا وسوق بصدق قيبتيس حاسس كوحن كعد سلايا وين أنا ما كيف صحن هدي إليه نكوا بقينا وسوق سلايا يسوى دعكرتا لأن كل بود جورسدان الله سعده marka raga ayaa la xanibin hal fasaxo asoo shaqeeyaan asoo gutaa shaqada qaranka dawladda waxaan rabnaa aniga ka mid ahay inaan anagana fududeyno dadka ay noo yimaada sidii aan uga faa'iideysan lahayn u cishilay sidii aniga la yeeshtay ma garateen marka subaan leeyahay walaad keenaya the peace the progress and the prosperity assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mahadsanid abd rashid dr abd rashid صديق علي إلى سودوة أو أه جناع صدق سودوة ورال بسم الله الرحمن الرحيم
وزير وزير الدولة وكيلك نورد أمريكا قدوميها جاليادة بولان منيسورا كونسل جمال عثمان انت حفلتنا دان كسوق بتقى شيء وحنا نقول سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وركوا بدية هاي والسكوا هسكا مكويف كنا والسكوا هستا سوري ما يجنا والسكوا هستا وحنا سود وين هنا وزيرك وحبر وزيرك أرماها كدها يو وزيرك دولها قرشينتا وحن لي هاي رونتي هل كان وحن كو أركي إيمان وكه اللي بلن فيرست وحن كلو هل كان كو أركي وعاكي هذا هلن كتغي وحن مودا دان يرادي إني هذا سياسة دي سوغلين فرحاد بي هل كاس بان كم وچين يا وحن كلو كم وچين يا كالسوني إن ماركتي een hormar laga gaaro wiil dhalinyarada la aamino anuu waxaan kamid ah dhalinyarada cuslaatay sida walaashay sheegtay ganacsadana waanahay een aqooyahanna waanahay anuu ku hadlayaa afka aqooyahanka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhawaynaynaa wasiirka iyo wasiirada dawladda ee runtii juxa waxaan aad ugu amaanaa een geedi caana leh anuu waxaan ahaa een dadkii ka shaqeynay geedi caana leh ee waxaanu aan tagay July 15 kaadi 2023 bulan een xog waxaan uga shaqeeyay oo aan dad badan iyo ganacsato badan iyo siyaasiyiin badan iyo nabadoono badan iyo dad badan aan kala hadlay in la qaato een qof iyo cod een runtii ما إذا سورتو بين دروفو بدن أو ودك كتشري لكن الحمد لله وحنا حسنا إن دت كنود وان كشيهين إن سيستم كنود شقي إن صدون يصدح دجمو لو صد دورتي كونسل كودي نصير درن نغطي إن ومدحوينه يو رجل برلمان كي وكو إمام وايو وحنا رجيني نامركا إن شاء الله شنت سنو سو سعطة إن أنو إن لغا شقيو أولي وزيركا أن كوحو تيني يا إنو هوري و بلابو مرو بو وحالة سمي يا قدال بو وحالة بلابا بروسيس كا دورو شوين كا يو مركز سنة دابلا وصنا كا دي منتهاي با ودن كا لغا بلابا لكن وزيركا ما دام هادي نلتشوغو فرصة وحن وفا إذا سنة يا إنو سنة كاني سنة كوحو غبا إنو بلابو inta ka dhiman systemka oo ay ka mid tahay tirakoobkii guud in la helo si loo ogaado baarlamaanka si loo qaybsan karo hadda baarlamaanku wuxuu ku yimaadaa 4.5 ku yimaadaa bulle laakiin tirakoob guud haddii la sameeyo gobol walba wuxuu xaq u leeyahay waa la helayaa oo tirakoobkii guud in la sameeyo sidoo kale in listiga hadda close ah baa wax lagu soo doortaa oo xisbiyadu ay kasoo dhex baxayaan musharaxiintu in laga dhigo haddii la kuurayaa listiga furan oo musharaxu uu baaleedka ku qoran yahay si dimuqraadiyad saxa waddanku u galo sidoo kale waxaan farayaa wasiirka inuu dhammaalkaa naga qaado oo ah haddii la kuurayaay hadda duqa magaalada iyo guddoomiyaasha weli laguma soo dooran dadku ma soo dooran weli waa la magacaabaa waliba waxaa rabaa xisbiyada kasoo dhex baxaan inay baaleedka ku qoran yihiin oo duqa magaalada baaleed ku qoran yahay guddoomiyaashuna ay baaleedka ku qoran yihiin intaasaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaad wasiir ku soo dhawow waxa weeye bullaan baa joogtaa minnesotana waa joogtaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam sadiiqa waa mahadsantahay walaalkay runtii marti sharaf badan baa inoo hartay halkaa inay kelmadahooda ka dhahaan iyo madax iyo mas-uuliyiin kala duwan wasiirada laftirkooda caawa waxaynu aada uga bogan doonaa oo ayna kala hadli doonaan doorashooyinka puntland gudahaan soomaaliya dimuqraadiyeynta iyo federaalka iyo sidoo kale horumarinta iyo doorka qurba joogta badda wasiirada waxaanse jeclahay caawana waxaa la ilaahaa gabdhihii magadaal baad u dhigtay
وحدي لسه دويسان and I hope مقعينا صحو and ولا الشكري حاجي قمقم أو قبرق على الصدا أو كوهن ليسا خاتمه قبرها خاتمه يلسه دوي شكري رحمة الله وبركاته عادي عاد وحن وقفر أحسن هاي إن عاد دمانتي سو أجيبتين إن عاد نلسه دويسان وسير هذا يمرت شرف كينوتش وقتها ورير من الصدا وانت كل يين عانك كنا هي يكون أحسن هاي سودوين حد عارفة أيلا ينقق بوحي كلا إله وقدرها أنا أنو ما أنت واحد دوني يا مر قرينا ندين كلا هلا آه هرمارين تدلكه وحينو جي مادين وسيرهدو إني ينقق دي رجليا ينقق جبابيان سيد أي ندول كنا وينفاس قرين لهين إنه وحوجين لهين واحد عدل قرب شوكت إنه ندول كتغنا أو إنه شقوين كيد المياه هذا صاك على قادم الحياه ناين قادرنا أرنت هين وحكة بدل الله هبون وين ندولك مشاريع جينا أو شق أبور سمينا أو أين نقولنا ضد كي ده أمقنا يوحكي سوكر دي تلبادا دوني هين ندمانته وده حسوسنا وحي تهاي بنتلان وبدديه مركي هذا دولة دي بوهابين تي يد بوديسكي دولة ده هايي اون نقطه وحی اهل بودنیگی دب اساسی دی دولت ها سومالیت ما ها قبل قرار حتی فدرال که اینجا او مسئوله این این ای نقطه دولت و ای مارکتی دب همینی سومالی نمیو و دن نمیو می نمای نسوعلی نه تکلنا بیع مشتری این فس من که علی دین کورم یو وحی سومالی آوردنی ای اینجا ده حشی تدین سن شریگی ای نولدیل گرینی نی دنی دکله تاریخ دبنتلان سيل كرود كي بيكمل ده هاي. مركي مستعمر كي يمد يدك لدولك لوريجين 18 سن شريجي. بقوميسية دي لوريجين بدي عدي إنه دولك جين شرني. معها ده بيع مشتري هي إنفاس من كهذا بلعبية. وأنا إنه عهورتي إنه برنا تاريخ ده بنت لان لا ده هاي. وأنا إنه إنه قلنا ده يهون له دولك أسوأ شيء ده دنيا دولك إني واحد جليان. هذينان إنه أوك عندولك نعيد كلا نومصاص عدلنا ومقدنا من الصادة والفدبرتا دولك دقق دولك النصامالية كل جيب جبيعان تيبة بالخصوص بنتلان مركرر من الصادة وحلقو بورينيا إن أيجيان مشاريع دلني رادر شق أبور لوسا مايو دولك واحد جبدلو أين إسكودينو إن أين دول بينو لان هاي إن بدهم بين قحطي أهين أو أين دول كان داتسنين إنه يلونو دول كني هايو أو بروسبرت أها أو أينو عهورت كيسن كرنو أو أينو إنه وحشناي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أمات سنت هاي أدي أت أوكي هذا وحنسوق عرنا وقت جي أينو لجيسن لهين وسيرة ده wasiiladu waxay noo soo jeedin doonaan laba sidaad ku aragteen ba in barnaamijkii la baahiyay laba mowduuc oo kala duwan in waxaynu ku hormarin doonaa in wasiir Cabdi Faarax Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dawladda Puntland in xog guud kadib wuxuu dul istaagi doonaa doorashooyinka iyo dooda federaalka ee Puntland een qaybtan dambe barnaamijka dad baan noo qoran waa idin yeeri doonaa waxa qayb ka ah faallo waxyaabaha wasiiradu ay ka hadlaan isla markaas waxa qayb ka noqon doona su'aalo waxa dila soo dhaweeyaan een wasiiru dawladda wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee Puntland een mudane Faarax oo Usmaan oo runtii isaguna een dul istaagi doona horumarinta Puntland iyo doorka qurbi joogta إلى سودوية وسير كسعد مدنى فارح أو عثمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أنت واحد يقول سلام يا سلام في سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك كواد وحن أم هذين يا لما أن أخيارتي رجع هوين ببرنامج كان قروح بنساء بابلي وحن كوبي يا وكيل كدولة بونتلان وفدي أمريكا كا ورشي ملكي عبد السمد حاج حسين وحن كحجنا يا محمد كينان قدوميها جاليد مغالدن وحن كحجنا يا خيارتي كلا او كم تهي ولا شيء ابشرو ولا شيء فاضمو مالتو وكجرو نكلي راه هذا احمد جون وكجرو سعيد جامع بيحي
أخيار بدن الرجاء هوينا مجازنا وسودوي ما كان مسوي كوبي كرو لما أنتي وما سنتين جحا وسياسي ووري وجيد عن له وعم علينا يا أنا كذب بي بدو كها فندونه محيي اللي ما جاري كرو أفتحني ما دي سي يسود هذا الكوهلو دور قضاء من كهل دونا دور قضاء من كهل دونا وحقوه الرجاء وجيد السفرك محاو نمت أنا أسلفه إنه وحن كهل دونا مشاريع إذا بنتلان كصعدة ما دام وسارة دقشين تأنجوج إن أربحين ذن كسيو إيو خلافات كمركز تأيد عدها كم غشان أو كسابسن وحهر تاجن مشاريع ذا هرمين تبونتلان سامرة دور الدفدرالك وحن كهل دونا بونتلان أو هذا مريس ستيج إسكتشي غاس سدوا كان دونا إن يدن لو ذاجو وحن كوج بجبين دونا دورك قرب جوكت هرمين تبونتلان إن شاء الله مركا حوغا هدان هدالك عليو إغرال النقضة رنتي مشاريع إذا بونت لانكا سعودة هدان كو بلاو مشاريع بدن بونت لانكا سعودة انتا عاد مقشان أو خلاف كو كجرو أو إسبارد سياسة ذا اللو ديكت مركا لغريبو مشاريع بدن با سعودة مشاريع إذا بونت لان سوق قشا سدح سفيكو سوق قشا مدو حيتا مشاريع إذا NGO يذا اللوكال كاه iyagu doontaan dalbadaan keenan dalkooda iyo deegaankooda ka hormariyaan mid waxay tahay mashaariicda international organizations ku sida world vision care qoliyahaas keenan ee dowladaha reer galbeedka ka soo qaadaan oo ku hormariyaan deegaamada Soomaaliya hadba regionka uu qondayaan Puntland marka taasna waa mashaariic badan ba ka socota oo level khaas ah mashaariicda aad maqashaan marka idinku oo la isku heysto waa mashaariicda ku yimaada bilateral oo ah إن دولتها شيشيها على قلبها كبدن كودا. قار أهان مالها إسومر سيان دقالها سيدا World Bank يجي African Development Bank. وحكو خصبيهين إن العقدة فدرال كسومريان. فدرال كي مكو حي سميان سياسة دي جرعنا أو جحا أو كشي كي أو فدرال ديد كأه. سياسة ده جرعنا أو أسومالي إن لقو عليو إن لقو معمله هل مقالو هل حسبي هل شخصي أو معمشو قاب كاس إنه شارع الغمامله، فعندي كرا وأيان درو رجي إنه أدرسنا إنه يبون تلان دفاعان ركهم إذا أو سيرة أنت إذا عدا سوفريستان هذا لذا أركتين إنه كوه الله مركي مشارع كشاكين يان إليه يبون تلان بس كديدي ضد باش شخصيتين إياه نبى حناقي قاد مقشان وحاس بون تلان ويكجوا بتاع لكن الدقفة عندالين دواعوا الله مر بسوس عطه وجواب سو جواب سوات كان إسح مشاريع أسمرك وحل إسكوهيس هذان هوس أسيق قالوا واحد تاني ضل قوة فدرال بونتلان وهو يدي ده شيء فدرال كل شيء فيه دول دهان وين كهريني بانكين سيستم كا فاينانشال إنستيتيوشنز كأهي سنة وكهري بل سو World Bank وحق قري سيستم كبونتلان بانكين سيستم كذي فاينانشال مانجمنت تيجي أهي ستة إنه كهريه مدة ولي بدر سنة ده بدن متك فدرال سيدا أوجد بونتلان واحد كده دي سا مشاريع أسمرك اعتماده oo ka timaado wadamadaas oo magaca Soomaaliya lagu soo qaaday ay yimaadaan qoondada ay Puntland leedahay in Puntland lagu soo wareejiyo marka lagu soo wareejiyo Puntland waxay awood u leedahay in ay maamulato waxay awood u leedahay in ay fuliso waxay awood u leedahay in hadii tender uu jiro procurementiga systemka loogu talagalay oo degsan in loo maro waxay awood u leedahay in monitoring evaluation ay ku sameeyso arimaha soo dhanbay Puntland awood u leedahay federaalkan waxay doonayaan wiil xamar jooga mashaariicda inuu koordineed gareeyo waxay doonayaan shirkada xamar jooga inay tender ka siiyaan sida hadda aad maqasheen jidka xarfay ee galkacayo aqaleed ay ku wadaan oo Puntland ay diidan tahay waxay wadaan inay monetary evaluation raa anaga sameeyeen oo niman ay hire gareeyeen soo dirsadaan waxay doonayaan inay lacag tahaystaan oo isan bangiga Puntland ku soo wareejin oo marba santiyo lagu yara warqad soo xire sidii in yaani reimbursement lagu sameeyo kale marka waxa la isku heysto aasaaska nuxur ku wuxuu noqonayaa arinta juxa uu ka hadlay oo ah dad federalism ki la dareeraya oo system ki federalism ka aha physical federalism ama hanna qoto ama sikala hanna qote la dareeraya taa marka jaaliyad ahaan qurbajoog oo reer Puntland ama dadka maqlaya oo Soomaaliyeedu maanta xaflada in la joogo reer Puntland ka baxsan iyo kuwa idaacadaha ka maqli doona waxa uu sheegayna waxa la isku hayaa inay baroorto orgay ka weyntahay waxaan rabaa inaan marka idin sheego
دولت هاد جست أو بنتلان أو سعيد عبد الله دن هوجان كوي هاي أنتي وجوعي وحقبت كي وسمي وادر ثان بشر بالي هاي وحجمد لا ذا هاي خلاضوح وكذا عقفك سكود دين وحسمي قفك جعمها اللابتوب ملفر استخلط خمدع بنا آدم بالي هاي بنا آدم كان وحكيم إنسان إنسان كان عربي وحلق النسيان قف وحوه المعامل كرا خلاص بسمين كرا دخل الرب إنا سحان أو كنا سرقة في كريتيس يسمى أسوي جيديان وايدك أو ستيك هولدر كأخبون تناوليه وبلارن دبا وقال دوناتور كقرب جوكتا سيدا أوجد وهذا رحتين مشاريع للسعودة هذين نقول لهاد مشاريع ودوينك إنفراستراشن كأو مهم سن محايا لسكو سعود كجناسي يبدي عدى بروحه سامحة إن إنفستمنت اللي هلو isku socodka badeecada ee dadka ee ganacsigu wuxuu saamaxaa in shaqo la abuuro kaabayaasha dhaqaalaha marka in la kabo muhiimad gaar ah leedahay jiradkii isku xireeyay wadanka oo burburay gaalkacay garow markay noqoto intiina ku safartay baa ogaan kara dibka laga maray laba saac la loo maray jidka markuu fiicnaa jidkii jaaniska burburkii wuxuu keenay 7 saac in loo socdo 200 km maanta dadkii soo maray baa ka marxaanti kici kara hawsha halka ka socota jidkii garoway iyo boosaas isku xiray sidoo kale jidkii isku dakadii boosaaso waasiinteedii airborkii boosaaso waasiintiisii dakada garaacad dhismaheeda oo hadda la gali doono waasiintii phase 2 iyo phase 3 iyo corridor kaas jidkii isku xiray lahaa oo gaari lahaa ila xuduuda inaga iyo ina ka dhaxeeya Ethiopia sida ogeed dowladan markay timid laba wax bay sameysay runtii dad taya leh oo badan anigu macnaheeda macna ku jiray in amaanayo wasiirad waxa ku jiray dad badan oo aqoon yahana oo runtii sacrifice sameeyay sidii Cabdi Rashiid walaalkay forensic oo halkan markuu ka sheegay dad badan oo shaqo stable haystay mushahar mushaharkii qaadanay ka badan haystay reerkoodii iyo gurigoodii joogay raaxada qurbaha ku haysatan joogay ba ka tagay dadkaasi mushaharkii qaataan ummalayn maya xataa askarta la socota iyo mataqaana guriga ijaarkiisayna ka bixin karto wasiirka Puntland wuxuu qaataa $3,000 ummalayn maya qof idinka inuu yeelaa inuu ku shaqeeyo markii canshuurta laga jaro $3,800 oo saartay wasiir dowladu wuxuu qaataa $2,800 canshuurta markii laga jaro $2,350 baa u saartay wasiir ku xeenku wuxuu qaataa $2,000 markii laga jaro canshuurta waxa uu saartay $1,600 just imagine dadkaas waxa jira dad badan oo markay tagayeen oo positions kaas aqbalayeen laga yaabo 12,000 bishii inay sameeyeen arurtoodii la joogeen sacrifice ka noocaas ay sameeyeen anigu markaan sacrifice ka sameeyay arur aan anigu hooyo aabo ahay oo aan soo korsado 12 sano single father nimku korneeyaan ee u qaxsatay inaan ka tago organization ama madax waxo 12,000 dollar ka qaadanay bishii baan ka tagay waxaan aqbalay inaan door ku yeesho horumarka dalkayga marka dadka meesha tagay ama qurbaha ka tagay qolyaha guduhu marmar nugu cayaaraan deeyus baray raahdan waa dad sacrifice sameeyay una sameeyay horumarka deegaankooda iyo dadkooda waxa raa marka overview ina ka siiyo economic and Puntland yaala ina ila fahantaan araba inaan taabto arrimaha investment iyo opportunity aad ka sameyn kartaan iyo ajendaha dawladda economic development iyo Puntland GPD gaar 2022 iyo 2023 wax lagu qiyaasay 2.75 billion in oo haa household expenditure ka dadka reer Puntland ku nool sanadkaas waxa ku baxay 4.18 billion marka isku fiirisid marka 4.18 ay ka jirtay 2.7 iyo 4 waxa fahmaysa waxa inagu isbeen gareynayno inay ka badan tahay waxa kale oo ina soo galiya Soomaaliya waxa la qiyaasaa dadka ku nool levelka under poverty inay yihiin 4.5% Puntland waxay export ku sameysay sanadkii 2022 $1,071,000 Puntland waxa ka soo degay hanti dhan 2 billion iyo 16 ba ka soo degay billion 2.16 just a qiyaas marka waxa aynu bixinay oo hard currency ina soo galay dhoofinay iyo waxa aynu inagu soo degsanay inta ay kala yihiin
waxa ugu badan oo dakhliga ana ka soo gala 182 ana ka soo gala waa xoolaha nool een dakada garaacada horumarkeeda waxa ku baxay so far 200 milyan boosa support expansion keeda waxa ku baxay sida loo qiyaaso hadda ay weli socota gacanta lagu haya 336 milyan een wadooyinka idin sheegay dhismahooda waxa ku baxay 41 milyan oo weli way socota intaas overview waxa idin kugu siinaya ina fahantaan deegaamada Puntland waxa aan kharash gareyno inay ka badan yihiin waxayna soo gala awoodda dawladeed iyo awoodda shacabna halkaas aad ka dhansan kartaan waxay yihiin maxay yihiin marka su'aashu Puntland waxa ka qaban doonta arrimaha Puntland waxa ka qaban doonta laba arrimood baan wadnaa labada arrimood aan wadnaa waxay tahay in saladan maran oo aan la wareegayno oo taxi bayris reg albeed baxsheen aan ku tuugsanayno abroochkaas inaan bedelno habka ku bedelayna waa labo meedii wuxuu yahay deegaankaas baaxad badan oo marka ka soo bilowdo wardheer oo aad ciid soo martid oo aad cadun soo martid oo aad nugaal soo gashid oo aad nugaal dhaaftid oo dharoor martid oo aad bari meelihiisa ugu fogfog aad tagtid oo aad sanaag iyo meelihiisa ugu fog tagtid inta u dhaxaysa waa deegaan aad u baaxad weyn deegaankaasi potential badan buu leeyahay Soomaali waxa la qiyaasaa 3,300 inay tahay oo kilometer badeedu hal 1,666 kilometer oo kamid ah almost more than half Puntland baa iska leh Puntland waxa isugu yimaa 3 badood Indian Ocean Gulf of Aden iyo Arabian Sea waa fahmi kartaa baduhu meelaha isugu yimaadeen kheyraadka yaalla baaxadda uu leeyahay kalluumada tuunada ah 5 meelood ee caalamka isugu yimaadaan marka ay tarankoodu meel kamid ah waa xeebaha bariga Puntland waagii piracy-ga ee Soomaaliya ka bilowmadeen maraakiibta ay leeyihiin Spanish-ka iyo Faransiisku oo ugu badan waxay aadeen Seychelles dhowr kun oo markaba lagu qiyaasay maraakiibtaasi waxay ka carreen xeebaha Puntland bay ka carreen ciidamada hadda jooga Atlantis oo xeebaheena waa yaraahdo waxba ilaalinayna markasta waxa ugu badan dadka gacanta ku qabta waa European Union laakiin Europeanka waxa ka sii markasta yani safka hore kaga jira Faransiiska iyo Spanishka naxariis ee Soomaali u ahayaan maaha waa interesti ay iyagu leeyihiin oo kale yihiin xeebahaasi arrimahooda potentialka marka kalluun oo haddana horumarinno Puntland ay heli karto waad qiyaasi kartaan anigu kalluun baa marka shaqeyn jira Dubai aan deganaa kalluunka eel ka soo qaadno oo Dubai keeno markii soo qabashadiisi iyo talaagadii lagu hayay iyo canshuurtii la baxshay iyo soo dhoofintiisi waxay nuuga cijatay $1 Dubai markaas u keentid niman Hindiya jooga $3 kaasha lagu siinaya just a qiyaas percentage ka faa'iido uu ku jira businesskaas hadda waa sii dhintay diyaaradahan hadda Ethiopia rag baa bilaabay boosaas waa laga qaadaa Ethiopia la geeyaa potential weyn baa halkaas leedahay kalluunku potential buu leeyahay Puntland maanta waxaa laga dhoofiyaa dahab waadna qashan meelo milxo iyo liraahda gobolka Sanaa ku yaala dawladdu waa yaani shuruucu dejin bay wadaa laakiin weli yaani siyaasad degan kama yeelan sababtoo ah sensitivity badan baa jira laakiin dad baa ku habqamay meelahaas ka gurta dahab dadka deegaankuna anfac badan oo saasa kama helaan dad baa gurta qaata dhoofiya awl Soomaaliland bay dhumasho u geyn jireen dawladda Puntland waa ka gaabsatay dadka inay u deeyso maxay yeel wadanka fakhri badan baa ka jira bishii waxa ka baxa 15 kilo oo dahab ah just to add up the numbers idinku hadda gala kiilada dahabka inta caalamka joogta fiiriya 15 ku dhufta 300 iyo markaa waxa ku dhufataan 12 bilood markaa ku dhufta ama 306 maalmood xoolaha aan dhoofino sanadkan 1 milyan oo neef baan dhoofinay potentialka xoolaha aan leenahayna waa kaas beeraha waagii hore Puntland dadku waxay moodi jireen meel fakhri ah qallalan aan waxba ka bixin maanta Puntland waxa kaliya oo ay dibad ka keensataa ka baxsan dibad markaan leeyahay xuduudaha Puntland ka baxsan waxa weeye ama cambaha ama barada iyaga nasiib wanaag waagi hore koonfur bay ka imaan jireen hadda goday bay ka yimaadaan balse waxaan dhihi karaa eerborada Puntland waxa arkaysaa qudaar boksi ku jirta sida kabsar caleento kale oo xamar loo dhoofinayo marka potential aad iyo aad u weyn baa leenahay
ميديكا بعد أكتهين أواجه هرسي بخصي أن تلقو قاطه لجين جري ماشي اللي راه دبي هندي أنا كقاطه أنا كدلاشه كلون كأني بعلى قاطه إمارات كله جيا بخصي كله واحد اللي جليه إن عمان كتمي أوليب الصومالي عن لهين كلون كله أنا كحذي ودن كأنه مدن ودن أباهن إذن باهن ويه ودن أباهن إنفستمنت ويه ودن أباهن خيرات وهايستو إن الصوص هرا ويه ودن أباهن اللي يرد الصومالي هذول كأنه جوكت إن شاء الله أبو رويه أريمه هاس إيجا وأرمو مهم أه أدور كقاعدن كرتان. لبعض أرمو ذو كلهن ربع إنا هايلات كري وحده. واحد معلمها النقشان تذكي ذلك وكتجيا. وحوا كجيران نهضان سيهو سيدن كوجرا وإحنا كمجيران. وحوا كجيران وقفكا قفكا استا أصومالي سيدن كوب هدا أتكود داشان وبتكينا وح أجعشين وحبرشة تيله يعرف ما تيله. إن صومالي جود هن wax barashadu ma aha wax barasho la isku halayn karo caafimaadkuna ma aha caafimaad la isku halayn karo wasiirka wax barashada oo hore Puntland Abdullahi halkaas uu fadhiyaa oo aan jeclaan lahaa walaalkay inuu kalimad yiraahdo kala liiska inuu ka qoran yahay rajaynaya in waddanku wuxuu u baahan yahay in investment lagu sameeyo labada sector anaka mar aan koofiyad kale xirnaa inaan intan dawladdu ku biirin Puntland diaspora forum aan oday u ahaa shir baan ku qabannay garowe shirka diirada waxaan ku saarnay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada caafimaad tayo xubarsho oo Puntland 2022 uu dhacay Dr. Khalif Bille Dr. Baydhabo dad magac kale umada Soomaaliyeed oo tala ka bixin kara isku keenay waxay taladoodii noqotay referral hospital in Puntland laga sameeyo dadka Puntland ka baxay maanta 700 dadka Puntland ka baxay 700 waxay u baxaan arrimo caafimaad waxa la qiyaasaa dadka wadanka ka baxa oo India aada qofka ugu yartahay 20,000 dollar inay ku baxdo marka nambarada isku dara idinka halka ka arki kara marka arintaas waxba ka qaban kartaan reer Minnesota waxba isku geysan kartaan dad badan oo wax jira istaalada ka shaqeeyo taqadir qabla badan oo nurses ah maskax la isku geeyaa lagu keenin kara dad badan oo charter schools leh baa haystaan wadanka waad u furi kartaan iskuulaad dadka Soomaaliye jooga dad dakhli fiican haysta jira dad qurbaha ka tago caruurtooda geeyay jira oo diyaar u ah private school in lacag intee doonto ha noqoto ku bixiyaan dalka dibadiisana aysan aadin arrimahaas waa arrimo aad door ka qaadan kartaan waxaan kala oo rabaa inaan taabto arin ah waxa jira wax aan hadda soo wadno arintaas door baad ku qaadan kartaan hadaa tiin qurba joogta arintaas waxa weeye system cusub oo dambiishi marnayd oo aan la wareegi lahayn inta wax ku ridno dambiil wax ku jirtaan inaan dadka maaj kareya arintaas waxay tahay Puntland Development Fund wax la yiraahdo sanduuqa horumarinta Puntland sanduuqaas horumarinta Puntland waxaan rabnaa inaan ku mataaneyno dawladda Puntland ganacsatada Puntland iyo qurbo joogta Puntland waxaan rabnaa dawladda Puntland inay lacag ku shubto waxaan rabtaa ganacsatada Puntland inay lacag ku shubto waxaan rabnaa qurbo joogta Puntland inay lacag ku shubaan waxaan rabnaa inaan abuurno guddi ka kooban saddexdooda oo dawladda Puntland kaligeed aysan go'aanka gaarin guddigaasi uu noqdo guddi consensus go'aanka ku gaara lacagtaas meesha ay marayso mashruuca lagu fulinayo mashruuc kasta inta loo qoondeynayo haddii aan taalan imaano wadamadan hadda reer galbeedka ah ama dadka deeqda bixiya ama kuwa khaliijku dambiil maran qofka u leeyimaado waxay ka doorbidayaan qofka wax wata dambiishaas inaan wax ku ridnaa rabnaa door weyn baa ka qaadan kartaan iskuruleeya waa cashayseen waxaan rabaa sacabkiina in la dareemo hadda wixii ka dambeeya ila soo dhaweeya mudane Cabdi Faarax Juuxa geedi aana leh barakaatu waa in salaamayaa dhammaan dadka martida ah iyo dadka sharafta leh reer Minnesota caawa halkan ugu soo dhaweeyey dhammaan magacyadiina iyo maqaamka joogtan baa idinku salaamayaa marka koowaadna aad baan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen noona marti gelisen ayaamihii aan idin la joognay aad iyo aad bay farxad noo tahay hadalkoon baan dhihi doonaa marka koowaad waxa sharaf noo ah inaan imaadno magaalada Minnesota magaalada Minneapolis gobolka Minnesota oo runtii ay ku nooshahay jaaliyad Soomaaliyeed oo firfircoon oo muuqata oo lagu daydo oo tusaale fiican u ah dadka Soomaalida ah ee qurbahaaday ha joogeen Waqooyiga Ameerika ama ha joogeen Yurub ama ha joogeen meel kale bulsho muuqata oo ka dhex muuqata nolosha meesha oo dhan haday tahay nolosha siyaasadda iyo tan ganacsiga iyo tan bulshada intaba ka dhex muuqata siyaasadda ku jirta
runtiina tusaale wax aad iyo aad bay runtii sharaf noogu tahay inaan aan ka soo qayb galo. Waxaan ka hadlayaa barnaamijka doorashooyinka Puntland iyo amuraha la xiriira Puntland iyo dowladda federaalka su'aalaha dhex yaala. Marka koowaad, idinkuba horta geedacaanala ku jirtaan, waxaan idin leeyahay geedacaanala doorashada ayaad galaysaan. Doorashadiinni baa dhow, tiinii kala duwaneed ee heerarka kala duwanaa. marka idinka ruuxina waa idinku soo dhaweynaya, waxaana idin rajeynayaa inaad noqotaan community firfircoon oo mar kale dhiig cusubna kusoo siyaadiya kuraastiinina xigsada, kuraas cusub oo kalena keena doorashada Mareykanka isha lagu wada hayaayo. Haddee tiinaba sii taariikhiyaho gabar baa tartamaysa oo haddana waa madow oo madow iyo cadaan baa kala dooranaysaan. Baragan weyd weeye marka la eego Trump iyo doorashada iyo Harris iyo Wals. marka doorasho taariikhi ay taagan tahay, anigu marka waxaan dib ugu noqonayaa doorashada Puntland. Doorashada Puntland oo dhacday dhowaan, golayaasheeda deegaanku runtii waxay ahayd himilo dadka reer Puntland ay lahaayeen ilaa iyo aasaaskii Puntlandba 25 sano 26 sano. saddexdii sano ugu horreysay ayay ahayd kabacdii in doorashada la aado. Axdigay ku qorayd in qof iyo cod la aaday ahayd, intaasna himilay ahayd. way soo daahday, isku day badanna way soo martay. 15 sano ugu dambeysanaasi ee active ah ayaa looga shaqaynayay. aan dhaho saddexdii dowladood oo ugu dambeeyay ama afartiiba laga soo bilaabo 2009-kii dowladdii Farole oo ahayd midda ugu horreysay isku dayga samaysay, barnaamij kale si fiican u dhaqaajisay dowladdii ku xigtay oo Cabdulla Cali Gaas iyo denigii koowaad iyo midda hadda denigii labaad oo socotaba si toos ah ayaa looga shaqaynayay. laakiin markii ugu horreysay taariikhda in badan 16 sano 17 sano intay tahay ma garanayay, marka laga reebo gobollada Soomaaliland ayay doorasho dadku ay si toos ah u soo dooranayaan dadka matalaya ay ka dhacday deegaanada Puntland. runtiina sharaf bay noo tahay, waxaana aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa barnaamijkaas. magaca geedi caanalana aan ku suntanaa. hawl fudud ma ahayn barnaamijkani. waxaan ku bilownay 3 degmo oo lagu tilmaamo doorashadii hordhaca ahayd. wax kale ma ahayna waxayd maadaama muddo aan doorasho la gelin, bal in la tijaabiyo oo wax laga barto oo khaladaadka la eego. si fiican bay doorashadaas u dhacday. hadday dhacday su'aalo badanna way ka soo baxeen, dabadeedna waxaan ku xajinay inaan galo 30 degmo oo kale. oo markaas uu ku xigay oo hal maalin dhacay oo iyadana si fiican ay uga soo dhacday 3 degmo oo gobolka Nugaal ah. oo markaa su'aalo ka horyimay awgeed dib ugu dhacay na waa ka dabageynay. marka 36 degmo oo dadku golayaashii deegaanka ay soo doorteen ayaa markii ugu horreysay maanta ka jira Puntland. runtiina waa taariikh cusub. waxaa ka jira 8 xisbi siyaasadeed oo iyaguna dadka matalaya oo runtii iyaguna taariikh sameeyey. waxaa ka jira guddi doorasho oo soo maray, taariikh badan soo maray, guddigii koowaad oo TBEC 1 TBEC 2 TBEC 3, haddana BEC baa jira ama guddiga doorashooyinka rasmiga ah ee Puntland. marka waxay muujinaysaa taariikhdaas ay soo martay doorashooyinka Puntland inay tahay himid aan habeen kusoo booda ahayn ee jaranjarooyin ah oo mar walba wax laga baranayay ayay ahayd. ma fududayn haddaba doorashada Puntland marka la galo. caqabada badan baa ka horyimay. caqabada ugu horreysa waxay ahayd dadku isbeddelka ma jecla. beri waa laga baqaa, waxay soo sidda lama yaqaano, waxaa laga fili karaa lama garan karo. badanaana waxaa la yiraahdaa dadka ku ladan meesha la joogo ama ku kalsoon sida ay tahay, iyo dadka khayrka ka filaya meesha aan la aqoon ayaa isbeddelka ku loolama. marka dadkii sida xaalku yahay ku kalsoonaa ama degada jooga jeclaa, xeradooda qaayibay, haba xumaatee, iyo dadkii waaga cusub raadinayay ayaa ku loolamay doorashadaas. marka waxay ahayd doorasho dood badan ay ka dhacday. doorashada caqabadaha ugu weynaa kasokow isbeddelku aan dadku jeclayn waxaa ka mid ahaa inay siyaasado kale hardiday. dowladda federaalka ayaa doorashada sababaha deerana waa aan qeexi karin ugu hortimi, runtii uga caartantay, geed dheer iyo geed gaabanba u fuushay, jamhada nagu samaysay. xataa tiri haddii aad doorashada aadaan yowmal qiyaamihii baa dhacayo 24 beri baad ku burburaysaan, cabsi badan keentay. waxaa kaloo jirtay iyaduna siyaasadaha localka ah oo Puntland oo iyaguna markii dambe saameeyey. laakiin ujeedada aan ka lahayn oo ugu weyne kasokow in ahayd ballan lala galay dadka reer Puntland
oo dastuuri ah waxay naga ahay doorashadu anaga arin si falsafi ah markaan u eegno inaan hirgelino hanaankii federaaliga ahaa ee Puntland lagu aasaasay ee buddiga uu ahaa inaan ka dhabayno muddo Puntland iyo dawladda federaalka dood baa dhaxtaalay anagu dawladda federaalka waxaan lahayn dinaamka baad ka caga taagleenaysan iyaguna waxay lahayn idinkuba nala mid baa tihino dawlad kale oo garow fadhida baa tihino dawladii meedan daadejin doodaas way nagu adkayd maadaama aanu nabad ahayn deganeyn haddana hanaankaas aan filin weynay waxay noola muuqatay inaanu u ekaanayno laba dawladood oo kalarka is haysta laakiin wax badan aan ku kala duwaneyn haddana doorasho samayno hirgelinta aan samaynay marka doorashada golayaasha deegaanka anagu xujada waa ka baxnay xujadan iyagaana hor dhignay waxay u muuqataa nidaamkii federaaliga ah inaanu hirgelinay taladii dadkii dib ugu celinay xujadaasna aan ka baxnay nidaamkii federaaligana aan geynay meel lagama soo laabtaana marka sidaas waxay naga ahayd annaga arrinta falsafiga maxaan ka baranay arrinta waxaan ka baranay in ay doorasho suurtagal tahay dalka Soomaaliya inay ka dhacdo meeshii marka nabad ka jirto haddii ay jirto ka go'aan iyo hoggaan dhab ah meesha uu socdo waayo dadku way rabaan taa dadku way rabaan inay soo doortaan cid mataleysa ay kala xushaan iyagu maalmahooda cid ay bari la xisaabtamaan iska bedeli karaan marka waxa noo soo baxday arrintaasi inay suurtagal tahay haddii hoggaan iyo talo iyo qorshe lala yimaado laakiin aysan noqon doorasho laab la kac ah ama maalin ku guur ah ama maaragta meesha uga gudub ah ama shaatiga ku tola haddii aysan ahayn dadka Soomaalidu taa waa fahmayaan taas ayaa nooga soo baxday runtii hawshaas cadaadiska ah oo weyn oo naga horyimina waxaa runtii riixayay oo jaranjarooyinka naga gudbinayay waxay ahayd rabitaanka dadka oo bir ah oo dadku ay meesha ay rabeen in isbedel sameeyaan runtii taas ayaa saldhig u ahayd maxaa hadda noo yaala annaga hadda annaga waxaa noo yaala guddi doorashada jooga 8 xisbi baa jooga horta doorashadu dhalinyaro way yeelan kartaa laakiin ma ahay doorasho fair iyo free ah marka Soomaalida sida ereyga loo dhigo marka dimuqraadiyada la cabirayo haa baan oran karaa maxaa lagu cabiri karaa waxa lagu cabiri karaa 36 degmo oo doorashadu ka dhacday marka laga reebo 7 degmo inta kale xisbi si gaara u dhisi karay ma jiro dawladdii hadda talada haysay inkastoo talada haysay waxay ku guuleysatay oo kaliya 4 degmo 3 degmana waxa ku guuleysay xisbiye kale gadisan oo mucaarad ah inta kale xisbi ku guuleystay ma jirto badankoodu marka waxay ku dhismayaan golayaasha deegaanku si wadaaga taasa waxay keenaysaa inay doorashadu ahay doorasho miisaaman idoo badan codka ay ka heshay laakiin dhinacna aan u janjeerin taasa sheegaysa marka in ahay doorasho dimuqraadi ah oo dadku cid waliba siday u tartantay wixii ay heli kartay ay heshay runtiina haddeer ilaa 3-4 xisbi oo mucaaradka ka mid ah ayaa dowladda ka mid ah oo waxaan sii baraagtisgaraynaynaa inaan cohabitation sameyno coalition government inaan sameyno nidaamkaygu waa baarlamentary marka berito marka xisbiyadu doorashada galaan in dowladdu wadaaga la dhisi karo ayaa haddeerba la sii tijaabinayaa oo xisbiyadii mucaaradka ahaa ay dowladda ka mid yihiin iyagoo xisbiyadii mucaaradka ahaan leh maxaa marka hadda noo horyaala oo ugu weyn arrintaa arrinta hadda waxa ugu weyn ee horyaala waxa weeye kow inaan dib u eegno horta dhabihii aan soo maray wax ma naga khaldameen maxamed madow jiray shuruucdayadii inaan dib u eegno oo si wada jir ah anagoo miyir qabna oo waqti haysanna oo dadkii wada joogna oo xisbadii mucaaradka iyo bulshadii inaanu dhabihii aan soo maray dib u qiimeyno dib u saxno dabadeedna u diyaar garowno wareega soo socda ee doorashada anagoo diyaar garownay wareega soo socda doorashada oo lagu geli doono mar kale golayaashii deegaanka iyo tii baarlamaanka iyo tii madaxtooyada 4 sano iyo xoogaa maan haysanaa arrinta waqti baan u haysanaa marka dib u eegista ayaa noogu muhiimsan targetkuna waxa weeye wareega soo socda dadka reer Puntland mar kale inay doorashadooda ay soo doortaan cid mataleysa hawshaasina waa suurtagal waxaan uuna aragnaa anagu xeradii anagu waan ku tilmaami jiray qaniinka lahayd oo la deganaa oo laga guuray inay tahay dib looguma laabtaan oo dadku hadda meel kale way ka aadayaan jiraan marka arrintaasi halkaas ayaa anaga naga aadan qorshahaas ayaana noo degan waxaana rajaynaynaa inay dabowdo
Soomaalida inteeda kale waxaan rajaynaynaa inay tusaale wanaagsan u noqoto oo lagaga daydo inta qodobka hadalka gudduudo waxaan rabaa inaan eray ka dhaho muranka iyo dooda taaganaha ah ee ka dhaxaysa Puntland iyo dawladda federaalka maxaan isku haynaa badanaaba waxaad maqashaan Puntland wax gaar ah ayay doonaysaa waxaad maqashaan waa dana gaar ay doonayaan madaxweynaheeda caraysan sheekooyinkaas aan maqashaan runtii waxa la isku hayaa ma aha dan qofeed iyo mid daneed oo gaar ah midna dooda Puntland iyo dawladda federaalku waa taxane muddo dheerna waa soo jirtay waxa la isku hayaana simbali waxa weeye dowlad dhiska dowlad noocyaa la dhisayaa dariiq noocyaa la qaadanayaa sistemku muxuu ahaanayaa maxaan kala yeelanaynaa seeysu xukumaynaa jihadaas dastuuriga ah ayaan isku haynaa waana dood dastuuri ah waana dood taxane ah oo ilaahay intii Puntland ay aasaastay iyo ama intii dowladda federaalka ay soo socotay dood soo socotay weeye doodii ugu horreysay oo cabdi qaasim xilli geedii ra-iisul wasaaraha cali khalif markuu joogay doodahaasi waa jireen markii xataa dambe uu cabdulaahi yuusuf uu madaxweynaha ahaa oo cadday cabdulaahi yuusuf doodaasi way ka dhexaysay markaa arrimaha shidaalka ayaa la eego markii la doortay cabdiraxmaan faroole xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda maaragtay Puntland maba jirinba markaa cabdulaahi oo xilkiis ka soo casilay oo meesha lagu kala tagay oo casmara iyo waxaa lagu shiriyey iyo Jabuuti baa lagu shiriyey xiriirkaasi ma jirin cabdiweli markii la doortay xiriirku waa goona deni markii la doortay xiriirku waa goona haddii hore dib loo doortay saas uu yahay wax shaqsiya maaha intaas oo qofina dana gaar ah oo shaqsiyad oo iyagii leeyihiin ma ay daba socon waxay isku hayeen dowladnimo noocee ah ayaan dhisanaynaa dastuurka ayaan soo haysanaa Puntland waxay asaas u ahayd waa ahayd seedka ugu horeeya la dhisay in nidaam federaal ah dalka aanu ku wada noolaado nidaamka federaaliga ahi wuxuu ku yimid ruuf dowladdii dadka soomaalida ka dhaxaysay oo muddo runtii soo dhutinaysay 33 sano ku horbay jabka shafka dhulka ku dhufatay dabadeedna waa la kala yaacay nin walba deegaan buu aaday duruufaha samaysmay gaara tas federaalku nidaamka ayuu ka turjumayay in dadkii laysla doono wixii la ururiyo meel loo wada jahaysto lagu kala nabad galo wax lagu wada noolaan karana la samaysto nidaamka iyadoo ka duuleysay Puntland ayaa nidaamka federaaliga ahi intii ka dambeysay nidaamka federaaliga ah runtii lix dowladood ba hadda kasoo wareegtay anigu sidaan ku doodo intii Soomaaliya maaragtay dib loo maaragtay burburkii ka bacday lix dowladood baa jiray saddex dibadda lagu soo sameeyay waxay ahayd dowladdii carta oo TNG cabdi qaasim hoggaaminayay oo 10 sano ka bacday markaan saaxadda ka maqnayn dib loo aasaasay wax badan dowladdaasi ma qaban laakiin waxay ku soo aaday xilli 10 sano aan cidina magaca Soomaalida matelin calan taaganna uusan jirin marka waxay ahayd astaan runtii markaa loo baahnaa oo muhiim ah iyadii diilay ahayd wax kaloo badan ma qaban waxa ku xigay dowladdii ku xigtay oo Embagati 2004 oo charter federaal ka soo baxay runtii filla Soomaaliyana dowladnimadii dib ugu celisay 16 sano ka bacdi waxayna ahayd talaabo muhiim ah oo la qaaday waxa ku xigtay dowladdii kale iyadana Jabuuti lagu soo dhisay Sheikh Sharif lagu doortay oo iyaduna talaabo muhiim ah qaaday oo qaaday dib u heshiisiin dadku inay soo dhawaadaan gurawan iyo gurayatu laga wada hadlo dastuurkii ku meel gaarka ahaa la dhiraan dhiriyo afti dadweyne ku meel gaara loo qaado markii ugu horreysana dowlad Soomaaliyeed xamar lagu doorto talaabo weyn oo muhiim ahayd laakiin maalinta ka bacdi dowladdii ku xigtay oo 2012 xasankii koowaad maalintuu yimi itijaah kale ayaa dhacay saddexda dowladood oo kaloo ka dambeeyay saddexda horan waxa ay shaqo ugu horreeyay dhinaca kale ay dowladnimada u wadeen xasan maalinta la doortayba wada kala qaaday wuxuu ka hor yimid si toos ah markii uu horreysay nidaamkiisa dhismihii Saudiya dowlad dhiska dhismihii Jubaland ayuu ka hor yimid markii dambe oo arintaa looga adkaadayna wuxuu sameeyay waxaan waan ugu yaro isdaad raacin oo maamuladii kale ayuu saddex bilood ku sameeyay isagoo markaa siyaasad ka dhaxarkay iyo doorasho laakiin niyad ahaan nidaamka federaalka xasan sheekh waa diidanaa waana ka horjeeday dowladdii ka dambeysana wadadaasay sii raacday xasan sheekh oo ku doodi jiray qabyo ninkeeda dhammaystirana xasan sheekh labaad wadadiisii hore waa uu jeexay ayuu wadaa oo nidaamka federaalka
وكهر كتيرة رنتينا صدح للدولة دوت أو الضمة أو حمر كل طي سنا أنا وعن كده صدح لبوار فيرسل وحي كهر كتيرة صدح لي خورة وها دبوهجيسين يو فدرال يسودواشو صدح لنا نوادنا عكلي دولة جان غورة يمل غورة تالا أي كتير هاي سيهين تو داس مركا إسبدشي فدرال ديت كا كعن تغور كا يمشى غورة كسرعته أي بنتلام وحيله ده ورمايا سيدا هلا قد داي نام كل وحشي هلا وصعده تصور كي هلا قاتو طودان سو هنا وامدة ودولة ديسكي حسن هذا تصور كي بواب بدلي تصور كي قبيضة هاني شيء سو كهان والله عليه بقى وحنا صمي استمدي سقى وقارة حسن وحنا سو هنا مركز هذه يدولة ديسكي وحنا سو هنا تصور كي وحنا سو هنا ضيقه وحنا سو هنا داركشن كل آدي لها انت صار يعني سو هنا بنتنا مقبوخ إني أي 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 خلدن تهي تاريخنا دين عصحة إني كتاعنا تهي بان قبلنا طلابك استو أو مهمة أو لقاضي دولة ديسك الله قاضينا مد خص مد خورة أو تاريخات يا أنتي هاد وجود ما يسبع طلابوا إنك مهم كاه دولة ديسك أي تاريخ يا بنت الآن أي قاضي استيت هو غير ديسك هاي نظام كفدرال كي كان تي في الصومال أي كل ديسك كروين كرو توب أي كان تي إنتاس أو دم بيدا ديران ديران ديسك لكن واحد جدا تهي وحي شرعي لو تشبي ولو كالتيجي وكرسون حمود وكالعضي ان مركل دبلو نوضه وحن ورغنا وددى سينت هو دان صحاين مركا دودا انا جاي دورة فترال كهوى تا حسن هذا ديري بورتاجي هاي فترال كان ورتاجي هاي دورة شدي دموغرادي ورتاجي هاي انا ونحن ورحسنو كدا تا يا تاجن وكلي هل إري أوكران هواين عندهه وأيامها سكر لي أول والكيس له وحنا وي أرنت سمعلو هذا يداي سيستي رنتي ودي حقيقيين كل جد سن كوكلام مغنايت وهذا دي أنا صان كدو ده صدق حقيقة يا شرتو واحد شرتا سمعل اللي أنا وقبو ضي صدقني صدق كهر بدي بطو بحذي كلو جويتان تاجن بنت رأون نظام فدرالة تاجن وياه نسي جو حيث قارن كم ده دهان وركن فدرال إنه جوره سلوك لبد بعده يا حمر أوله تلاذو هل مالي مال غرها عطو مرك إنا قد حدا نسكه سنة لكن وح كلا سكر لي وح كلا خطر عيا سكر لي وح سكر لي إنه كل حدا عنه دب كله وبروكسيا ودولل كله أي كل حدا قال ما يندل كني حسن وياه وح قريه شيسي بدن وملتيري وقرصودي أنا عندنا وقيل إثيوبيا هشيس الله قالي السعودية ميلتري إمارات كان والله قالي تركيا كان والله قالي مصر كان والله قالي إلى هذا بقول أنت كلو هو سيسو عن السعودية هو عن عدين وجهنا والله قالي كيف قدم لي تركيا مركو قالي هل قفوا أركي ماله برلمان كوهر تجي برلمان كانوا هذا وحب عن ديدين به وهذا المدرب هو جامن يو وحيري أنا عدين سو آخري وأنا وجهي إيجو قاطع أيجو عن صحية وحلا وحي عن صحيين ميغانين أنت أس أو هشيس أو قرصودية أو ميلتري أو دلال يجو استيدن أو دنا هذا يسكت ديدن كدة قال ما هي أيوه تدح قالي مركا كل كلام فيل بوكسيتا فيل كاسو أمينو إنه نقول غرحنا ويدوده خطرت هذا نوال هذا هذا مصر مصر ودل أفريقيا ودل عربي ودل تاريخ حرير أن لا هانشري لكن مركي وجود ميسي ومصر سي أكتفى سياسة دا صوماليا يصور ده حق الشيء وحي هي تكون يسقال بقولي يسقال شنية الدبدي ما هي كتمي وحي كتمي يضم مدد رئيس السودان الدولة ديسكي ضدي دولة ديسك الصومالي أو شرر بدين السودان ومركا لو بلنسي هي شركة علها بوساسه وتندوين كلا كياني أو لو بلنسنا أي مصر وحي دكتي قول دكتي قاهرة هل كاسا ليس قوتي مصر وحي تري دغالكي سوكيها صومالي ولو كلاد كادي كونفور با كلاد كادي ايدي دي علمه دي باد كادي مدحوينا هي رسول صار هي قادنايا ارنتا وحا كدالاتي عرو يو رنتي اسكرنوا شركة وحا كتري عبد الله يوسف اللهم حارستي يا دنقبيو ويكسو بحين هل كاس اينا كبدالاباتي دولة بنتلان ان لا دسو marka maalinta dhinac khaldan ayay iska taagtay taariikhda dowladiska Soomaaliya Masar 72 sano ayaa ka soo wareegtay maanta
تدوي مصر وانغوص ودحد عضي طبعا دانا هذا وضطا بي هذا النيل بيود دقال ميسا يتو بي بي هوست يدسك أركين لكن انا واحد ربطاين انا قد قطو حابو طبقا صلوه مرو مركو محان لين هي مصر اي ولالي ان بطا يدي بي عقص الليس محان تاري نفت عضا مركا عرين تاس ميدان قليق الروح معها حسن نوحان لين هي ولالو انتي هرب حميل ويني وحلو وسوغار ادي هذا يوم هتنتي